رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. يا حسين ويم صابا يا مظلمه
والصلاة والصيام وسيد فاطمة. اي والصلاة والصيام وسيد فاطمة. اه والزكاة والخمس نزفة بالديمة. اي عينين الزهراء يوم العيلة. اي عينين الزهراء يوم العيلة. الى خادم الحسين اياد الفرح التميمي مولاي. اي ريت حاضر سيدي وصبا وفادك شاشفت يبيت امك شلون انهيتك شاشفت بيسمع يا رب صدر انفورك شاشفت بيسمع يا رب صدر شفت بيل صوتيض غيبها النذر وعسوب انتي المصطفى خير العمل. اي وعسوب انتي المصطفى خير العمل. الله بيك مهجور موفق لكل خير إن شاء الله بحق هذه الليالي ليالي الرسول الأكرم محمد صلوات الله عليه. إن شاء الله ما نطلع من هالمجلس إلا ومقضية حاجاتنا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شباب في الأول رح نتقدم لقدام. بارك الله بك أسمع صوتك بوية عن لسان سيدتنا ومولاتنا الزهراء سلام الله عليها. تقول لأبويا صعب يوم موادعك بويا دمعي راح يشيعك بويا لو رحت شي رجعك بويا بويا صعب يوم موادعك بويا دمعي راح يشيعك بويا لو رحت شي رجعك بويا بويا صعب يوم موادعك بويا دمعي راح يشيعك بويا لو رحت شي رجعك بويا بويا صعب يوم موادعك بويا دمعي راح يشيعك بويا لو رحت شرجعك بويا بويا صعب يوم موادعك بويا دمعي راح يشيعك بويا لو رحت شي رجعك بويا بويا صعب يوم وداعك بويا دمعي راح يشيعك بويا لو رحت شي رجعك بويا يا ضوى عيوني طفت عيني برحيلك يا ضوى عيوني طفت عيني برحيلك يا أبو الإرهام وجيب أنا بديلك ويا أبو الإرهام وجيب أنا بديلك من عفيت
تركتني لوحدي ايش قال دليلك من عفيتني لوحدي ايش قال دليلك راح اشهد الكل وباري خليلك راح اشهد الكل والباري خليلك عليك ما بطل وين قلبي منتظر ثار الجفن قلبي للبنية يتبعك بويا بويا صعب يوم وادعك بويا في راح يشيعك بويا جاك الموت يا أخويا ونساني ليش جاك الموت يا أخويا ونساني وسدد إسهام عليك وما رماني وسدد إسهام عليك وما رماني آه من غدر الأجل يا زماني آه من غدر الأجل ها يا زماني من بعد ما رحت يا أبويا ولاني من بعد ما رحت يا أبويا ولاني آه عمري ريت يكسر هالعمر عمري دارت لي الهادي العمر عمري ريت عمري ودعك بويا بويا صعب يوم وادعك بويا لو رحت شرجعك بويا علي إلى خادم الحسين رحيم الوائلي هدم والله بروحتك يتي علي يا عمود البيت يا النارك سرية يا عمود البيت يا النارك سرية وادري ظلت موحشة بهاي المسية وادري ظلت موحشة بهاي المسية وليلي ظل بلا قمر وبلا ثريا وليلي ظل بلا قمر وبلا ثريا ناري تسعر اليوم الحشر ناري مني ما تقبل عذر ناري أدري لا ما ترجعك بويا بويا صعب يوم وادعك بويا دمعي راح يشيعك بويا لو رحت شرجعك بويا اسمع عامل حزن ماكو مثيله اسمع عامل حزن ماكو مثيله يوم امي ودعت ودع كفيله شان لي خيمه واهل قرر رحيله شان لي خيمه واهل قرر رحيله هسا حسيت بيتم والدمع سيلة هسا حسيت بيتم والدمع سيلة همي سلوتي بيوم رحت همي عالجروح تعودت همي احجي وادري يسمعك بويا
بويا بعد بويا صعب بويا صعب يوم الوداع بويا دمعي راح يشيعك بويا لو رحتش يرجعك بويا ايه تغسلني وتشفيني يا حيدر خويا وادعني تغسل لي تشفيني يا حيدر خويا وادعني يا حيدر خويا وادعني بوداعك يا عيلي الليله اودعك واختينا قصوتي دموعك ذبيتي دموعي يا خويا يا درع اخوتي عبرتي وحسرتي مصابي يا حيدر ابني تابوتي مصابي حيرتي يمك وعلى الزهرة بعد موتي أصب الدمعة على البضعة وليني اللي لا شيء يعني يا خويا حدار ود يعني يا حدار خويا ود بعد يا حدار خويا ود يا حدار ضيعتي عيوني شفت كل الجار بدمعي شفيت ظل المجد دامي تخضب والكسر ضلعي شفيت راسك يا ابو الحسنين تغير واختلف وضعي طشيت شفت الحسن جبن يلو جي ومه جيت لتنعي شفت حرة تصوب عبرة تنادي بويا ساعدني يا حيدر خويا ودعني يا حيدر خويا ودعني يا حيدر خويا حالي اليوم وباكر جرحك التالي شي صفر قلبك الماموم إذا كسرى وطيلي عغالي وإذا حرقوا عليك الباب وإذا حرقوا عليك الباب والهم يذبح مالي باكر يا علي مصابك كبيري وساكن ببالي عليك نحب يا بوزي أنب عليك نحب يا بوزي أنب أنا عديم حسرتي دفني يا حيدر خويا ود بعد بعد يا حيدر شبدي يا ابو الحملة شاهدني يا حيدر خويا ودعني الهنا
وسيدنا مولانا تقبل منا هذا القليل بأحسن قبول يا الله. اللهم بحبيبك رسول الله محمد تقبل منا هذا القليل، شافي مرضانا بحق مريض كربلاء زين العابدين يا الله. اللهم بباب الحوائج أبي الفضل العباس أقضي حوائجنا لا سيما من أوصانا بالدعاء يا الله. اللهم نقسم عليك بحبيبك رسولك الأكرم محمد أن تعجل بفرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن تجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ومن الحاضرين لا سيما مؤسسي هذا المجلس الشريف بأحسن قبول، وبلغ اللهم أرواح موتاهم وموتى المشاركين ثواب الفاتحة مع الصلوات.